سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، تحية لحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. معي بالاستوديو ضيفتي الكريمة دكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية الدراسات في حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، وكنا نتحدث عن تاريخية القرار الذي خرج عن محكمة الجنايات برفع 716 اسم من قوائم الإرهاب. بالتأكيد حضراتكم في مجلس النواب وفي لجنة حقوق الإنسان تحديدا كان لكم دور كبير في التحريات وفي الدفع بهذه الأسماء كي تخرج من قوائم الإرهاب، ولكن في المجمل كيف تقرأ حضرتك قرار الخاص ب رفع هذه الأسماء من قوائم الإرهاب؟ يعني طبعا هذا القرار أتى نتيجة لتسلسل عملية تاريخية، ربما العشر سنوات الماضية كانت خير شاهد على ما مرت به مصر من تحديات بالنسبة للأمن القومي المصري، تحديات إرهابية، تحديات في الهجرة غير شرعية، تحديات تمس الأمن القومي الداخلي، حدود حضرتك ملتهبة في جميع الاتجاهات، عندنا هجمات إرهابية استهدفت ضباط وأفراد جيش وشرطة ومدنيين، حرق كنائس وممتلكات خاصة وممتلكات عامة. كان هناك حالة من التحديات التي يعني حفت السلام الداخلي لمصر والنسيج الوطني. نعم. تتبع يمكن الفترة دي أو الهجوء الصراعات او التحديات اللي احنا مرينا بيها، استتبعها تشريعات، استتبعها قرارات تنفيذيه، استتبعها الغاء لقانون طوارئ، استتبعها اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، استتبعها تشريع هام يمكن لسه احنا بصدد مناقشته، قانون الاجراءات الجنائيه، القانون الذي امتد عبر 74 عاما. كان هناك في ظل هذه الفتره متغيرات سياسيه واقتصاديه وتكنولوجية واجتماعية يعني أدت إلى ضرورة تغيير التشريع الخاص بالعقوبات بشكل عام. يعني سيادة النائب، الإرهاب ليس فقط كونه فعل مدمر على الأرض، ولكن الإرهاب بالأساس هو إرهاب فكر، هي عقيدة، هي أفكار مؤمن بها أو كان مؤمن بها هؤلاء الأفراد. فبالتأكيد حضراتكم يعني كان في متابعة كبيرة وتدقيق شديد للغاية وبحث كثير وراء هذه الأسماء ومراجعتها أو عدولها عن هذه الأفكار التي كانت تتبناها في السابق وتريد أن تعود من جديد وتنضم إلى النسيج الوطني المصري. طبعا يا فندم، لأنه حالة الارتباك التي أصابت المجتمع المصري خلال هذه الفترة أدت، لو نبص بدول المقارنة، الدول اللي حوالينا، عندنا دول لغاية النهاردة ربما مرت بالظروف اللي خاضت فيها مصر، ولكن لم تستطع الدولة الصمود. أن تقف على صواعدها كما استطاعت مصر أن تتخطى هذه المرحلة. ومن ثم كان هناك من يعني تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في أحد الجرائم التي لا تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، أو تلطخت يداه بدماء الشهداء المصريين خلال الفترة الماضية. ضروري كان على الدولة أن تقوم بعملية مراجعة. هذه العملية طبعا يلزمها في القوام الأول الفترة الزمنية لتغيير الرؤى أو الثقافة أو الفلسفة أو السيكولوجية، المعتقدات الخاصة بهذه الأفراد. طبعا كان لابد من مراقبة أدائهم، مراقبة تغيير هذا الفكر بشكل مباشر. طبعا خلال الخمس سنوات أو التايم أو الوقت الزمني المحدد ل يعني وضع هذه القوائم، كان الجدول الزمني والمراجعات الفكرية الخاصة بهؤلاء. طبعا الهدف الرئيسي هنا كان الحد من المخاطر والتحديات التي تمس مصر، وليس التنكيل أو يعني المعاقبة بشكل يعني حج. المصريين الذين تم مراجعتهم ومراجعة فكرهم والإيمان بأن هؤلاء رجعوا، تابوا وأنابوا ورجعوا إلى النسيج الوطني، كان لزاما على الدولة أن يتم مراجعة موقف الدولة منهم، ومن ثم إعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع. يعني سيادة النائب، هو رد فعلي وعملي
على من يقولون أن حقوق الإنسان في مصر في حاجة إلى مزيد من الدعم ومزيد من التواجد. أجبتم حضراتكم في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وأمام ليس فقط الداخل أو المواطن في الداخل ولكن كذلك أمام العالم بأنه ها هي على الأرض محققة ومصر تسامح أبنائها ممن يراجعون أنفسهم ويراجعون أفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وأنه باب التوبة مفتوح إنجاز التعبير ومصر تحتضن الجميع. ليس فقط هذا يا فندم، حقوق الإنسان هي مبنية على الأساس على التركيبة المجتمعية والموجودات أو الثوابت اللي موجودة عندنا التي تحتاج إلى تغيير أو التي تحتاج إلى تحسين من جودتها. يعني لا نتحدث عن حقوق الإنسان في إطار القوالب الذي حاول البعض تصديرها إلى مصر وتطبيقها بشكل يعني يخص تركيبة مجتمعية وتركيبة دينية وتركيبة عقائدية وتركيبة سياسية واجتماعية في أوروبا أو الولايات المتحدة وتطبق ويريدونها أن تطبق على أرض مصر. مصر صاحبة 7000 عاما ولكن وليدة الديمقراطية، أي أن مصر خاضت في ثورة كل دولة خصوصيتها كمان سيدة النائب. نعم أكيد. يعني هذه المتغيرات لعبت دورا كبيرا في تطبيق حقوق الإنسان من المنظور والمفهوم. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب معلقا معنا على هذا القرار التاريخي الخاص برفع أسماء 716 شخص من قوائم الإرهاب. شكرا جزيلا لحضرتك والعودة